أهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة عبر الأطلسي من واشنطن. وفي هذه الحلقة: استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا وقرار جديد من مجلس الأمن الدولي. أيضا نناقش تطورات الأوضاع في العراق وسوريا، والرئيس الأمريكي باراك أوباما يؤكد أنه لا توجد استراتيجية أمريكية لمواجهة داعش حتى الآن. أهلا بكم. ونبدأ معكم بمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي صدر بشأنها قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ومنع تصدير الأسلحة إلى الجماعات المتحاربة داخل ليبيا. كيف يمكن تنفيذ هذا القرار، وما هي طبيعة التطورات على الأرض داخل ليبيا؟ يسعدنا أن يكون معنا في اللقاء اليوم العقيد إبراهيم الفورتية، ملحق الدفاع في السفارة الليبية بالعاصمة الأمريكية. أهلا بك. مرحبا مرحبا، الله وسهلا بك. وطبعا الأوضاع معقدة كما هو واضح تماما، وأصبح هناك نوع من الضبابية في فهم ما يدور، لأن هناك جماعات وفرقاء كثيرون يتحاربون الآن داخل ليبيا، كان بعضهم حلفاء في السابق الآن يتحاربون ضد بعضهم البعض. يعني لو أمكن أن تقدم لنا خريطة الصراع الآن في ليبيا كيف تبدو؟ نعم، أولا نرحب بكم في القناة ونشكركم على هذا تحت هذه الفرصة لتوضيح ما يتم ويجري في ليبيا. اللي ما يجري في ليبيا هي استكمال الثورة 17 فبراير. الثورة لما انتصرت في شهر 10 في 2011، نعرف أن في بداية الثورة كان في 17/2/2011، من شهر 2 إلى شهر 10 8 شهور الآن، وهي الثورة يعني مستمرة، قتال الليبيين طرفين، طرف مع الثوار والطرف مع القذافي، يعني تختلف على دولة تونس اللي تمت الثورة فيها مباشرة، وكانت فيها برضو اللي مناسب لها أنها كانت فيها دولة مؤسسات، برضو مصر الجارة الشرقية هذه يعني كانت فترة بسيطة ونجحت الثورة والحمد لله، وكان برضو فيها الدولة يعني كانت مؤسسات قائمة. لكن ليبيا يعني للأسف استمرت الثورة فيها والقتال فيها لمدة 8 شهور لعدم وجود هذه المؤسسات وفي نفس الوقت يعني الطرف اللاقو اللي هو كان الطاغية القذافي كان عنده ترسانة قوية جدا من السلاح ومن الذخائر، فحاول أن كيف يسيطر أو يقضي على هذه الثورة، ولكن بفضل الله وبفضل ثوارنا وتعاطف المجتمع الدولي وتعاون معنا تم القضاء على القذافي وعلى الطرف الثاني والحمد لله، وانتصرت الثورة أو تم القضاء على رأس النظام في شهر 10 بمقتل القذافي ودخول العاصمة في شهر 10/2011. أنت بتتكلم عن وجود أسلحة كثيرة في ليبيا وهذا حقيقي، لكن هذا لم يواكبه وجود جيش بنفس الدرجة. أنت أحد قادة الجيش الليبي، أين هو الجيش الآن؟ الجيش الليبي هم مشوا أو من أيام الطاغية القذافي. الطاغية القذافي دخل في عدة حروب، في تشاد، في أوغندا، أنا كنت نفسه اللي مشيت لتشاد قعدت فيها سنة في حروب خاسرة، فدمر الجيش الليبي. هو في الأخير كون جيش خاص به هو، حمايته هو، هذا الجيش القوي معزز، سواء كان معزز 32 يعني لحمايته هو. هذا الجيش خاص به هو، هذا ما يدخلاش الا المقربين او اللي هو، والجيش الثاني خلاه جيش مهمش ما ليش اي قيمه، عباره عن رتب وعناصر بدون اي تدريب، بدون اي امكانيات، بدون شو اسمه. والجيش الثاني يعني فهذا في عهده هو كان، والجيش الثاني هو اللي كان قوي وكان بيمرت اولاده هو، زي معتصم زي سياف هم بيامرته هو، وكان لحمايته هو ولحراسته هو. وعندما نتحدث الآن عن الجيش الليبي بماذا نقصد؟ الآن الجيش الليبي احنا الآن يعني للأسف أنا كنت حتى في أول وزارة تشكرت في وكيل وزارة الدفاع في بعد الثورة المباركة، فواجهت اللي باش أنت تبني جيش عندك أنت الآن مشكلتين، مشكلة الجيش السابق ومشكلة البناء الجديد. والان خاصة ان الاسلحة كلها انتشرت عند الثوار بكامل، كل ما يدخل الثوار المنطقة يلقوا فيها السلاح يستولوا عليه.
اللي قاتلهم من الطرف الثاني اغلبيتهم من الجيش اللي مقابل اللي كان مع هو اللي مدربهم تدريب راقي وتسمع اللي كان مع قذافي. لما انتصروا اغلبيتهم خاصه القيادات فروا خارج البلاد، هربوا خارج ليبيا. ومنهم من قتل طبعا في المعارك في الفتره هذه 8 شهور، ومنهم من ازم بيته وقعد في بيته ما عرفش ايش اسمه. الان السلاح والقوه والسلاح اللي كان متسلح كله الان عند يعني عند التوار، تشكيلات مسلحه من التوار. الجيش الثاني ما ليش اي الان اي قوه ولا اي شيء اسمه، عباره عن افراد سواء كان خارج ليبيا او داخل ليبيا. بعد الانتصار وسقوط راس النظام رجع التوار الى اعمالهم الى مصالحهم اساسا لبناء ليبيا. وكان افضل شيء دليل ذلك انه هو تم انتخاب او عن طريق انتخاب مؤتمر الوطن العام، وكل الليبيين شاركوا فيه وكانوا فرحين وممتازين جدا بهذا هذا الانجاز اللي هو ديمقراطي. وتم انتخاب المؤتمر الوطني واستمر عمل المؤتمر الوطني. الطرف الثاني بصراحه اللي كانوا خارج ليبيا سواء كانوا من دول الجوار او من القيادات العسكريه اللي كانوا في الجيش الليبي هذا اللي تبع يطلع القذافي، حاولوا ان يستغلوا كيف يرجعوا الجيش السابق او يرجعوا النظام السابق. فهذا ما تم في الفتره الاخيره، بيحاولوا يعني انت تقصد ان الصراع الحالي هو محاوله لاعاده نظام القذافي؟ نعم، لاعاده رموز من النظام السابق. القذافي هو انتهى نظامه، لكن الرموز نتاع الخارج هم اللي حاولوا يكون في عهود النظام العسكر، يعني بما فيهم تو هذا السيد خليفه حفتر هذا اللي في الشرق. هذا بصراحه يعني كان معاه من ضمن الحلقه المقربه للقذافي ويحاولوا يرجعوا. لكن هم يعلمون انه القذافي انتهى، يعني هم ربما والاشكاليه مرتبطه بوجود عناصر كثيره ربما بعضها من الداخل او من الخارج من الاسلاميين المتطرفين التي تهدد ليبيا الان حتى بصرف النظر عن نظام القذافي القديم. الاسلاميين احنا ما عندناش اسلاميين متطرفين في ليبيا، يعني حتى ولو يعني كانوا فيه في الشرق، يعني هذا ما كلهم جو من خارج ليبيا للاسف، لان في الفتره هذه كلها ليبيا كانت حدودها، يعني ليبيا مساحه كبيره، يعني الحدود بتاعنا في حدود 4000، يعني 4000 كيلومتر حدود البريه و2000 حدود الساحليه، يعني كانت مفتوحه كلها. ما عندناش يعني ما عندناش مؤسسه عسكريه يعني قويه ان نحمي الحدود. وهذا للاسف يعني بعد الثوره يعني يرجع اليوم شويه حتى يعني دور لكن هو امر واقع الان. يعني انصار الشريعه من اين ياتون على سبيل المثال؟ هذا من تجمع جو من خارج ليبيا. طيب اذا هم موجودين، يعني بصرف يعني النظر عن من اين اتوا سواء من الداخل ام من الخارج، هذا واقع الان. هذا انا ما نقولش ليبيين، الليبيين ما يبوش لا حكم اسلامي ولا حكم عسكري، هيك التوار الليبيين يبوا حكم ديمقراطي. وين حتى اول الان بعد تم حرب طرابلس ودحر مديمة، يعني يبوا الديمقراطيه، يبوا حتى البرلمان هم معترفين به، يعني ما عندهمش مشكله. لكن يعني البرلمان لما جاء طرف ان اساسي هو يرجع الجيش وهم اللي يحكموا شيء، طبعا هذا مش مرغوب من الشعب الليبي بالكامل. يعني انت لا ترى مثل هذا التهديد من التطرف الاسلامي داخل ليبيا من انصار من القاعده، انصار الشريعه او غيرها من التنظيمات الاسلاميه المتطرفه الموجوده في كل الدول المحيطه وليس فقط في ليبيا بالمناسبه، من بوكو حرام الى مالي الى غيره؟ يعني لا، هي هذه بنقول لك كان انصار الشريعه هذه من حتى من العهد الاول كانوا فيه، كان مجموعه بسيطه في درنا وحاربهم وقتلهم وشيء، يعني ينشطوا احيانا ولما يتحصلوا ضغط وشيء يتفتتوا ويرجعوا لاساسنا. لكن الان حصلوا البؤره لان في سلاح منتشر بكثير، فهم حصلوا يعني كيف انه يديروا يعني. وكان في البدايه هم يعني زي ما تقول يعني موجودين في عدد بسيط جدا في درنا كانوا، وخشوا خط واحد مع التوار في القضاء على القذافي والطاغيه، هذه اللي هم خشوا بخط واحد. لكن الان ما نمش يعني ما نمش هذيك القوه الكبيره ولا عندكمش هذيك الدور بحيث ان هم يكونوا يديروا حكم او سلطه ولا شيء، لان التوار الان اللي عندهم السلاح والقوه اللي عندها السلاح يعني ناس ليبيين ما عندهمش اي تطرف يعني. كان هناك قرار طبعا من مجلس الامن الدولي بشان الاوضاع في ليبيا وطالب بوقف فوري لاطلاق النار.
أنا يهمني إنك تسمع معايا ما قاله السيد إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن. الوضع منذ 13 من يوليو الماضي أصبح أكثر تعقيدا، وينذر بحرب أهلية واسعة النطاق إذا لم تتم معالجته بالعقل والحكمة من جميع الأطراف. لقد استبعدت أنا شخصيا الحرب الأهلية باستمرار، ولكن الوضع تغير كما ترى. السفير الليبي يتحدث عن أنه الوضع تغير في ليبيا بما يؤكد إمكانية وقوع حرب أهلية حقيقية داخل ليبيا. كيف يمكن تفسير ذلك؟ لا هو السيد إبراهيم، يعني ممكن أنا ممكن بالغ شوية في الحرب الأهلية، لأن الحرب اللي تمت الآن الحمد لله القتال يعتبر موقوف. الحرب اللي تمت هي ضد الثورة مضادة للثورة، يعني في بعد تقديم بعض الثورات تحدث ثورات مضادة، فهذه تمت هي ثورة مضادة تم للثوار الحمد لله بفضل الله تم القضاء عليها. يعني تم القضاء عليها؟ يعني تم القضاء أنت عليها. أنت تعتقد أنه باحتلال مطار طرابلس كده، على اعتبار هذا التوصيف الذي تسميه ثورة مضادة؟ هم كان هدفهم الوحيد هم يحتلوا العاصمة، يحتلوا طرابلس. فهذا كان مهم انهم يحتلوا طرابلس ويحكموا باسم الجيش العسكر. لكن الثوار الحمد لله تصدوا لهم، والان يعني طرابلس يعني امنه، وكل المنطقه الغربيه امنه، ما عندهاش اي مشاكل. يعني القتال واقف وهذا اندحروا، يعني ما بديش نقول لك. والثوار يعني مدين ايديهم للصلح، هم بدليل ان لما تحررت طرابلس او تحررت ليبيا كلها رجعوا لاعمالهم. يعني احنا الان ليبيين كلنا ليبيين، يعني كم نجوا احنا 6 مليون في، وامكانياتنا كويسه الحمد لله ان كل ليبي يستفيد. لكن للاسف اللي خارج ليبيا واللي هم كانوا في السلطه يعني صعب عليهم ان يتركوا السلطه او يتركوا قياده الجيش بالذات. فعدم بناء الجيش في الفتره هذه من 2011 الى عند 2014، وعدم وجود اصلا مؤسسه عسكريه قويه هي اللي اتركت حتى مجال للحدود انها مفتوحه يخشوا اي، سواء كان الاسلاميين او حتى الهجره غير الشرعيه هذه الافارقه اللي الان لدينا مشاكل واجد مع الدول الاوروبيه كايطاليا يعني هذيما. فهذيما يعني لان حدود مفتوحه وفيش امكانيات، دوله ما عندهاش امكانيات. يعني في السابق مؤسسه عسكريه ما فيش، مش ولا مؤسسه دوله تقول هذه يعني تقول تعتمد عليها، في حين ان في الفتره هذه ما تمش تكوين الجيش. الجيش الحقيقي، لان الثوار يبوا قياداتهم ويبوا هم يكونوا يعني زي ما تقول اساس الجيش. اي اين تضع اللواء حفتر وقواته الان في هذه الخريطه؟ اللواء حفتر هو نصب نفسه بنفسه، يعني هو يعني تولى الان المنطقه الشرقيه اكثر شيء، هو منطقته من نقول من مرج او من منطقه درنا الان طبرق، ونفس نفسه على اساس انه يحارب المجموعه الاسلاميه، هو يبي السلطه. والثوار طبعا يعني بعد 40 عام من الحكم العسكري ما عادش اي عسكري يعني يكون في السلطه او يكون في الحكم. لكن عندما تقول نصب نفسه بنفسه، لا احد في ليبيا ينصب احد الان كما تعلم، وهناك اكثر من حكومه واكثر من برلمان. يعني حتى في جلسه مجلس الامن كان المقعد خالي المرتبط بليبيا أثناء المداولات والتصويت. يعني إذا هناك إشكالية أن مجلس الأمن، حتى السيد إبراهيم الدباشي وضع ذلك كسؤال لرئاسة مجلس الأمن، لماذا لم تدعونا للجلوس في قاعة المجلس عندما يتم إصدار القرار أو المناقشة فيه؟ إذا هناك حتى تردد لدى المجتمع الدولي بأي حكومة يعترفون وبأي ممثلين يعترفون. يعني أنا أجلس أمامك الآن وأنت تمثل في السفارة الليبية، لكن هذه السفارة تمثل الحكومة، أي حكومة في وقت هناك هذا التعدد داخل ليبيا؟ هو ما قلت لك الرجوع كله للأصل اللي هم الثوار، هم ليهم القوة. أنت لازم تحترم اللي عنده قوة، بيكون هو اللي ليه السيطرة على الأرض. مهم جدا، لازم أنت يعني أي دولة لما تشوف منه مسيطر على الارض هو هذا هو اللي تكون الحكومه منه هو وتكون السيطره عليه هو.
فنجي مثلا التوار سواء كان في بنغازي ولا منطقة الغربية كلها يعني تحت سيطرة التوار. التوار الآن هم عندهم يعني موافقين على المؤتمر الوطني هذا اللي هو عند الشرعية الآن. كيف ترى تطورات الأوضاع مستقبلا حتى من الناحية الإقليمية؟ يعني كان هناك كلام من جانب واشنطن حتى من قبل مسؤول لم يعلن عن اسمه، وبالتالي هذا يوحي أنهم لا يريدون أن يكون هناك وجه يعبر عن هذا الكلام، عن أن هناك هجمات جوية تمت داخل ليبيا. كان هناك حديث عن أن مصر أو الإمارات إلى آخره، لكن البلدين يعني كان هناك صمت أو نفي واضح تماما من جانب مصر أن لها مثل هذا الانخراط. هو مش نعرف ان الصراع اللي فات هذا يعني استمر في حدود اكثر من شهر، يعني الصراع ما بين التوار والقوه المضاده للثوره. للاسف يعني صار تدخل او قصف يعني مرتين السبريه يعني، وقصف هذا تم على طرف معين ادله موجوده عند السلطات الليبيه الان اللي في طرابلس، والأيام القادمة إن شاء الله تحدد منها الدولة الصحيحة ومصر نفت ودولة الإمارات نفت. لكن فيه شخص نفذ، لازم يطلع إن شاء الله، وقريبا يطلع من هو اللي نفذ الهجمات هذه. لأن هل تعتقد أنه من الممكن عمليا أن يتم عزل ليبيا عن محيطها الإقليمي بهذا الشكل، خصوصا أنه ما يحدث في ليبيا يؤثر على مصر، يؤثر على تونس، على الجزائر، وبالتالي هذه الدول لها مصالح. حتى المجتمع الدولي الآن ومن خلال قرار مجلس الأمن يؤكد أن المجتمع الدولي قلق من هذا التدهور في الأوضاع. ما تقدرش تتخلى عن موضوعها الإقليمي، مصر تهمنا وتونس، احنا الحمد لله دول جوار كلنا ما عندناش بها اي اعداء واي مشاكل، الحمد لله كل دول جوار. المشكله في ليبيا مشكل داخلي، صراع ما بين طرفين، يعني لما تدخل فيها الدوله خاصه تكون جاره او دوله عربيه هذا اللي يأثر وهذا اللي يقوي طرف على طرف. البعض يتصور انه الوضع في ليبيا لا يمكن احتوائه الا بتدخل خارجي الان، سواء كان قوة عربية إسلامية أو تدخل من المجتمع الدولي عموما تحت مظلة الأمم المتحدة. لا، احنا لا أتوقع ذلك، لأن الليبيين كل يعني هم احنا الليبيين مرتبطين، عائلات كلها مع بعض، تجي لأي مدينة تلقى فيها من جميع المدن، أي مدينة في ليبيا تلقى فيها مسلسمة. والصراع هذا مش ما بين منطقة ومنطقة حتى باش يتم هذا، يعني هذا ما بين توار وتكمل الثورة والعناصر المضادة اللي هم يبوا الحكم العسكري. الآن نعرف أن التوار ما يبوش الحكم، يعني حتى اللي انتصر الآن هم التوار مش 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 انتصارهم لأجل الحكم، لا، يعني بدليل أنهم رجعوا الشرعية الحقية اللي هي موجودة في المؤتمر الوطني، يعني هذا المؤتمر الوطني منتخب حتى من قبل هذا الصراع الأخير اللي تم هذا. يبقى هذا اثبات على ان التوار نيتهم مش انهم يسلطوا انهم يبوا السلطه او انهم داروا الحرب الاخيره اساسا يبوا الحكم، لا، سلموها للمؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني هو الواجهه السياسيه او هو اللي يحكم في الوضع الان. يمكن يلتقوا البرلمان المنتخب يعني حاجات سياسيه ودستوريه وقانونيه، كيف انه يسلم المؤتمر للبرلمان، هذه حاجات دستوريه هم ادرى بها، وكيف لما يستلم البرلمان دستوريا ويطبق الاجراءات اللي متبعه في الدوله، كما استلم المؤتمر من المجلس الانتقالي يستلم البرلمان من المجلس الوطني، والامور تبدا. يعني هي الخلاف السياسيين يؤثر حتى على خلاف القاعده، خلاف الثوار. يعني مثال، احنا زي ما كان في ايام الحكام لما يتعاركوا جوز حكام تتعارك مره الدولتين. فحتى تو الان السياسي في ليبيا لو اتفقوا السياسيين، واحنا هذا نتمنى ان يتفقوا السياسيين الطريقه كيف البرلمان والمؤتمر اجراءات القانونيه تتبع ويستلم، يبقى خلاص ترجع الامور كلها طبرق بنغازي كلها. احنا ليبيين يعني طبرق تلقى فيها من جميع المدن الليبيه، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، تلقى الجنوب تلقى فيها من جميع الدول، جميع المدن الليبيه. فمرتبطين بعضنا، ما عندناش مشاكل، وتنحل مشاكلنا تنحل داخليا. انا حتى لو بتساعدني تبعت لي اللجنه هيك كيف تسمع مني ونسمع منك بس، لكن بدون دخل اي قوات على الارض. هناك لجان تستمع منكم طوال الوقت خلال الشهور الماضيه، وكان هناك فريق للامم المتحده برئاسه السيد طارق متري، استقال مؤخرا لأنه في النهاية هذا الاستماع لم يعد له جدوى والواقع على الأرض يفرض نفسه، وهذا الواقع ليس إيجابيا تماما. أنا أرى نظرة كثيرة التفاؤل منك في توصيف الوضع في ليبيا، هذه ليست الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي الآن لما يحدث في ليبيا.
أنا متأكد أن الآن بعد تم إيقاف القتال ووقف قذف النار، ما لم تتدخل دول خاصة دول الجوار تتدخل، و يعني بطرف دون طرف، يعني حتى لما تتدخل بدون تدخل عسكري أو بدون حتى يعني تصف طرف بإرهابي وعن الطرف الثاني، يبقى لما أنت وصفت الطرف هذا أو أنت دعمت الطرف هذا، أنت بدل ما تحل المشكلة زدت المشكلة. شكرا جزيلا يا سيد العقيد إبراهيم الفرتية، ملحق الدفاع الليبي بالعاصمة الأمريكية، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى قادمة في ظروف أفضل داخل ليبيا ولحظات، ونواصل هذه الحلقة عبر الأطلسي من واشنطن. أهلا بكم معنا مرة أخرى عبر الأطلسي من واشنطن، ومتابعة لبحث الملفات الشائكة في الشرق الأوسط والموقف الأمريكي منها. هناك طبعا العراق وسوريا، وأيضا اتفاق وقف إطلاق النار الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن قبل أن نتطرق إلى كل ذلك، وأنا أرحب معنا بضيفي اليوم الدكتور إدمون غريب المحلل السياسي وكذلك الأستاذ خليل جهشان، قبل أن نبحث كل هذه الملفات أود أن أقف عندما قاله السيد العقيد إبراهيم فورتية من أنه يعني الحقيقة كانت صورة إيجابية للغاية، لا يوجد تهديد بحرب أهلية، لا يوجد تنظيمات إسلامية متطرفة لأن ليبيا ترفض ذلك، أو ما إذا كان هناك شيء موجود فهو قادم من الخارج ويمكن بسهولة التخلص منه، هي حرب بين أنصار الثورة وأنصار الثورة المضادة ممن يمثلون نظام القذافي. هل هذا التوصيف من وجهة نظر خليج الشان إدمون أبدأ معك، هل توافق على هذا التوصيف؟ بدون شك أن هناك نسبة كبيرة من الليبيين الذين يريدوا نهاية لهذه الحرب، وأثبتوا ذلك من خلال التصويت من خلال الانتخابات، ولكن ما أراها على الأقل حتى الآن في ليبيا أن ليبيا تعاني من الانقسامات الحادة، هناك بعكس الكثير من الدول العربية لا توجد انقسامات طائفية، لا توجد، ولكن هناك خلافات قبلية، هناك خلافات جهوية كما يقال في شمال أفريقيا، مناطقية بالأحرى، هناك حتى أيضا أبعاد لها علاقة بالقضايا العرقية بين مثلا الأمازيغ والعرب من ناحية، بين التابو الأفارقة من ناحية، وأيضا العرب من ناحية أخرى، هناك قضية الطوارق، وهناك أيضا قوى لديها مواقف عقائدية قوية متشددة، وهؤلاء بعضهم يدعموا من هذه الدولة أو تلك ومن هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي فإننا نرى عدة صراعات تتم على الأراضي الليبية، ولذلك فإن الوضع في ليبيا ما لم يكن هناك محاولات جدية من داخل ليبيا وبمساعدة أصدقاء ليبيا إن كانوا في الخارج، في العالم العربي، في العالم الإسلامي، في أوروبا، في الولايات المتحدة وغيرها، لأن ليبيا بحاجة إلى مساعدة لتخطي هذه الأزمة التي يمكن أن تدمر وجود الكيان الليبي. يعني الحرب هو يرفض تماما أي تدخل أجنبي، وأعتقد أن الأوضاع الآن في طريقها لأن تكون أكثر استقرارا، هل توافق على هذه النظرة المتفائلة؟ هذا ما نأمله، ولكن أعتقد أن الواقع قد يكون أمر مختلف. أعتقد أن الليبيين حتى الآن أثبتوا، أو القوى الأساسية التي لديها السلاح في ليبيا أثبتت أنها غير قادرة على التعامل، على التوصل إلى تفاهمات، إلى حكومة موحدة، إلى اتفاقات. هذا هو التحدي أمام كل الليبيين، ولكن أعتقد رأيي المتواضع هو أن ليبيا بحاجة إلى الدعم للوصول من أصدقائها في الخارج ومن الحكماء داخل ليبيا لتخطي هذه، أنا يمكن وصفها ربما أفضل كلمة، هي فتنة، هذه الفتنة التي قد تدمر ليبيا، وسيكون لها أبعاد ليس فقط على ليبيا، بل سيكون لها أبعاد على كل دول الجوار إن كان العالم كله، ربما أبعد فعلا. خليج هشان، إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة بالأمس حذر بشكل واضح من إمكانية وقوع حرب أهلية، وقال أنه كان يشكك في ذلك من قبل لكن الواقع الآن يشير إلى ذلك. نتحدث مع العقيد إبراهيم الفرقية، يقول هذا مبالغ فيه، أين تقف؟ أنا أتفق مع هذا التقييم، أعتقد أن تقييم دباشي، بمعنى أن الوضع في ليبيا قد تدهور بشكل، يعني أتفق مع العقيد بأن القضية
أن الوضع الآن هو بالأساس معركة بين أنصار أو أتباع الثورة ضد أنصار أو أتباع الثورة المضادة، ولكن في ظل كل هذه الخلافات التي أشار إليها الدكتور إدمون، فالوضع معقد جدا. وأعتقد أن هذا الوضع، أعتقد أن هناك تهديد إسلامي متطرف في ليبيا الآن بدون أي شك، هناك تهديد إسلامي متطرف، وهذا يضيف يعني شريحة إضافية من التعقيدات. البعض يراها هي التهديد الأساسي. هي طبعا التهديد الأساسي هو عدم تمكن الأطراف الليبية من حل هذه الخلافات. جزء من هذه الخلافات هو هذا الخلاف أيضا العقائدي الذي يضيف شريحة ليست من السهل التغلب عليها، لأنها ملأت فراغ كبير، الفراغ ترك من قبل هذه الفئات الأخرى، وأصبح له يعني عوامل إضافية. ليس من السهل على وضع فوضوي مثل الوضع الذي نشاهده الآن في ليبيا التغلب عليه لوحده. ولذلك يعني أنا متخوف أيضا كما سمعنا من قضية التدخل الأجنبي، ولا أرحب بأي تدخل أجنبي في العالم العربي، ولكن في نفس الوقت التدهور وصل إلى هذه الدرجة التي أثبتت بأن الليبيين لوحدهم لا يستطيعوا أن يتغلبوا على هذه الأزمة. فلذلك أي تدخل تطالب به الآن؟ هل قوة عربية إسلامية مشتركة، أم الأمم المتحدة تتدخل، أم ماذا؟ أنا أفضل دائما أن يكون هناك حل عربي إذا كان هذا موجود، ولكن المشكلة أن الأطراف العربية الكثير منها اتخذ مواقف منحازة في ليبيا، وأصبح جزء من المشكلة بدل أن يكون جزء من الحل. فلذلك يبدو لي أن الإمكانية الآن واردة لتدخل ربما دولي عبر الأمم المتحدة. أعتقد ثم نعود نصرخ بالمؤامرة المؤامرة دائما المؤامرة موجودة بشكل دائم، وطبعا يعني لسنا بحاجة إلى أسباب لأن نصرخ بأن هناك مؤامرة، لأننا دائما نعتقد أن هناك مؤامرة. ولكن عندما تفشل دولة وتنهار بهذا الشكل وتفشل بأن تقود أمورها بالشكل الصحيح والملائم، ليس هناك من بديل سوى مساعدة من الخارج، هذا ليس مؤامرة. طيب تعالوا نشوف المؤامرات الأخرى في المنطقة، العراق وسوريا والحديث عن داعش. كان هناك مؤتمر صحفي هام للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أهم ما لفت الأنظار فيه هو أنه يقول أنه حتى الآن لا توجد استراتيجية لمواجهة داعش في العراق تحديدا، وأيضا امتدادها داخل سوريا، وهو يطالب في العراق تحديدا بأنه التدخل العسكري الأمريكي وحده لا يمكن أن يفيد. تعال نستمع لما قاله باراك أوباما. نستطيع هزم داعش على الأرض وتهدئة الأمور مؤقتا، لكن مباشرة بعد ذهابنا سوف تعود نفس المشاكل. لذلك يجب أن نتأكد من فهم العراقيين أنهم هم وحدهم المسؤول عن أمنهم، وجزء من ذلك قدرتهم على التوافق. هذا ما يقوله باراك أوباما. هي مشكلة العراقيين في الأساس، من الممكن أن نهزم داعش عسكريا، لكن في نهاية الأمر لابد أن يكون هناك حل سياسي للعراقيين أنفسهم. إدمون غريب، هل هناك مشكلة في هذا الكلام؟ ألا يوجد فيه منطقية في نهاية الأمر؟ طبعا فيه منطقية. أولا لا أتفق أن المشكلة هي فقط مشكلة العراقيين، يجب أن لا ننسى التدخلات الأمريكية، يجب أن لا ننسى حرب 2003، لأن حرب 2003 برأيي المتواضع هي التي لعبت دورا كبيرا وساهمت بطريقة مدمرة في تخريب ما يجري في العراق، أو أدت إلى ما يجري في العراق الآن، تدمير مؤسسات الدولة العراقية، إن كانت الجيش، إن كانت الشرطة، إن كانت المؤسسات الأمنية، إن كانت اجتثاث حزب البعث بالطريقة التي تم بها هذا الاجتثاث، أو بالإضافة إلى ذلك أيضا تدمير قطاع الصناعات العامة التي أفقدت ملايين من العراقيين يعني دخلهم، خاصة كان هناك مئات الآلاف وربما أكثر من الذين كانوا يعملوا في هذه القطاعات. صح، يمكن أن تنتقدها وتقول أنها لم تكن فعالة وكفوة ومنتجة بالطريقة التي يجب أن تكون، ولكنها كانت توفر وظائف وأشغال لمئات الآلاف من العراقيين. إذا كل واحد من هؤلاء لديها عائلة من 4 أشخاص، هذا معناها عدة ملايين. إذن هذه كانت مشكلة رئيسية، ولكن طبعا هناك مشكلة كبيرة أيضا موضوع المحصصة
الطائفية التي ولدتها السياسة الأمريكية. قامت الإدارة الأمريكية وخاصة بريمر إلى حد يعني هذا الكلام مرتبط تاريخيا وهناك كلام كثير وربما أكثره أو أغلبه صحيح، لكن القضية هذا انتهى الآن، نحن نتحدث عن وضع قائم الآن كيف يمكن التعامل معه. هل التدخل العسكري الأمريكي هو وحده المطلوب الآن؟ هل من مطلوب أمريكيا أن يكون هناك تدخل أكبر في العملية السياسية في العراق؟ فعلا هذه النقطة بدون شك، بغض النظر عن الأسباب أن الدور الأمريكي، ولكن أيضا القيادات العراقية وللأسف لعبت دورا أيضا في تهديم أو تخريب أو منع بناء دولة عراقية قابلة للحياة بالطريقة التي يجب أن تكون فيها. هناك مسؤولية. لا أعتقد أن الحل العسكري أو التدخل العسكري الأمريكي وحده كاف، وهنا تأتي أهمية ما قاله رئيس أوباما. أعتقد أنه ما قاله إلى حد ما فيها الكثير من المنطق. قال بأننا لو تدخلنا عسكريا قد نستطيع القضاء الآن على داعش، ولكن ما لم يتم التعامل مع المشاكل العراقية فهناك حاجة لتشكيل حكومة جامعة، حكومة تمثل جميع الأطياف العراقية. قال يجب أن يكون فيها الشيعة والسنة والأكراد والآخرين كلاعبين، وأن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة تمثيلية، لأنه عندئذ هذه الحكومة إذا كانت حكومة تمثيلية، إذا كانت حكومة يقبل بها العراقيون، فإنها هي ستستطيع بمساعدتنا ومساعدة أصدقاء العراق وشركائه أن تقوم بالتخلص من هذه من هذا التنظيم وإعادة البدء بإعادة بناء العراق. خليل جشان، هل توافق على إنه حكومة حيدر العبادي التي يتم تشكيلها الآن ستكون قادرة على القيام بهذه المهمة؟ طبعا الكل يأمل بذلك داخل العراق وخارج العراق للتغلب. البعض لا يأمل والبعض يشكك. طارق الهاشمي نائب رئيس العراق الذي هرب إلى تركيا يقول أنه ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه المالكي، وهو لن يكون قادرا على تحقيق ذلك. هذا صحيح، ولكن من السابق لأوان والجزم بأن هذه الحكومة الجديدة ستكون أو كتب لها الفشل. على العراق أن يجرب أن يخرج أولا من هذا المأزق، لأنه بصراحة يعني الكثير من مشاكل العالم العربي ومنها هذه المشكلة، دائما هناك نزعة لتدويل المشكلة، خصوصا تدويل المسؤولية. المسؤولية بالأساس أعتقد أنها تكمن في داخل العراق. مسؤولية الخروج من هذا المأزق هو مسؤولية الشعب العراقي ومسؤولية الحكومة العراقية، ولذلك حان الأوان كما قال إدمون قبل قليل، يعني حان الأوان للعراقيين أن يشكلوا هذه الحكومة التي فشلوا في تشكيلها حتى الآن منذ سنوات طويلة. أولا يعني أيضا أنا في نفس الوقت أختلف مع تقييم خطاب أو المؤتمر الصحفي للرئيس أوباما بأنه اعتراف بأن ليس لديه استراتيجية ككل في التعامل مع داعش، أو ليس لديه استراتيجية في العراق. في الواقع هو يقول بعدهم ما زالوا في إطار تشكيل الاستراتيجية. لديه استراتيجية في العراق، ليس لديه استراتيجية فيما بعد العراق. يعني عندما يريد أن يواجه داعش في سوريا ما زال يقيم الوضع وليس لديه استراتيجية واضحة بهذا الخصوص، ولكن في العراق لديه منذ أسابيع استراتيجية واضحة تتألف من ثلاث مبادئ أساسية، منها طبعا كما تحدثنا تشكيل حكومة جديدة ممثلة لجميع أطياف الشعب العراقي، مساعدة أمريكية عسكرية للحكومة المركزية وأيضا للأكراد في مجابهة داعش، وأيضا الشق الثالث هو المساعدات الإنسانية للتغلب على الثمن الذي دفعه المواطن العراقي العادي نتيجة كل هذه الأخطاء، إن كان الأخطاء الأمريكية أو الأخطاء العراقية. إذن ماذا عن هذه الاستراتيجية التي تقول أنها لم تتشكل بعد في سوريا، وما هو وضع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار هذه الاستراتيجية؟ هذا ما نتحدث عنه بعد هذه الوقفة القصيرة، فابقوا معنا. أهلا بكم معنا مرة أخرى وعبر الأطلسي من واشنطن، ومواصلة الحوار مع ضيفينا خليل جهشان وإدمون غريب. أهلا بكم معنا مرة أخرى. كنا نتحدث عن الاستراتيجية الأمريكية التي لم تتشكل بعد كما يقول أوباما بالنسبة لطريقة محاربة داعش.
كيف لا يمكن لواشنطن أن تشكل هذه الاستراتيجية حتى الآن بعد كل هذه الشهور التي تشكل فيها هذا التهديد إدموند؟ فعلا هذا هو أحد الانتقادات للرئيس أوباما. يواجه انتقادات كثيرة، يواجه انتقادات من يمينه من صقور الجمهوريين المحافظين الجدد الذين يريدون أن تعود الولايات المتحدة للعب دور عسكري في العراق، للتدخل في سوريا، ليس فقط لضرب داعش بل حتى ربما لضرب النظام السوري. وهناك أيضا انتقادات من اليسار، من يسار الحزب الديمقراطي، من يعرف بالجناح التقدمي، الذين يقولوا كفى لقد تدخلنا الكفاية، دفعنا ثمنا باهظا عسكريا بشريا وماديا وغير ذلك، ويجب أن نتوقف هنا، يجب أن نكون حذرين. هناك دول في المنطقة التي تنتقد الرئيس أوباما وتقول أنه لا يفعل الكفاية، أنه لم يفي بوعوده، مثلا عندما حدث الخط الأحمر، اختراق الخط الأحمر في سوريا. إذن هو يواجه الكثير من الضغوط، لكن أين دوره القيادي هنا؟ يعني هو في النهاية الرئيس، عليه أن يقدم الاستراتيجية وأن يقنع بها الرأي العام. أعتقد أن هذا ما يحاول أن يفعله برأي، ربما قد تأخر، ولكن هذا ما يحاول أن يفعله كثيرا من وجهة في طبعا. وهذا التحدي للرئيس أوباما، لأنه كما سمعنا أمس حتى عندما فقط بعد تقريبا انتهائه من مؤتمره الصحفي، وعندما قال أنه لا توجد لدي الآن استراتيجية، وإلا بدأت الانتقادات، حتى أن كبار موظفي البيت الأبيض اضطروا إلى الاتصال بالإعلاميين لتفسير ما حدث وبذوخ الصدور على في بعض البرامج، لأن هذا أظهر بأن هناك الكثير من الانتقادات، وخاصة في المؤسسة الموجودة، مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن. ولكن في نفس الوقت أعتقد أن الرئيس أوباما يعلم بأن المسألة عويصة بالنسبة لسوريا. لماذا؟ أولا يجب عليه التعريف، هناك انقسام كبير داخل البيت الأبيض، ورأينا حتى بين الرئيس وبين وزير دفاعه وبين رئيس هيئة الأركان، هؤلاء تحدثوا بلغة مختلفة كليا عن التهديد الذي يشكله داعش، بينما الرئيس تحدث بطريقة مختلفة، وأيضا بعض المسؤولين الآخرين. تحديد مدى الخطر، هناك ضباط عسكريين داخل البنتاغون يقولوا أن داعش لا تشكل خطرا على الولايات المتحدة، بينما آخرين يقولوا أن داعش تشكل خطرا دائما علينا. في المؤتمر الصحفي لتشاك هيجل وزير الدفاع كان يؤكد هو ورئيس الأركان على أنه لا يمكن مواجهة داعش في العراق فقط، ولكن أيضا داخل سوريا، وهذا ما يقوله الرئيس إلى حد ما. وهؤلاء أيضا تحدثوا يعني أين هو الخلاف الآن؟ الخلاف أنه مثلا الرئيس أمس لم يقل وبعض الآخرين لم يقولوا أن داعش تشكل خطر على الأمن الأمريكي، على أمريكا يعني. الأمر، النقطة الأخيرة التي الرئيس لديه مشكلة الآن، هل يذهب إلى الكونغرس؟ لأن صلاحية استخدام القوة الذي وافق عليه الكونغرس في 2002 هو محدد بالنسبة للعراق. الآن هل يذهب إلى سوريا؟ هذا لا ينطبق على سوريا. إذن هناك مشكلة قانونية، لكن في نهاية الأمر ربما يستطيع الحصول عليها، على هذا التفويض إذا أراده. لكن خليل جاشان، إذا تحدثت إلى البعض في العالم العربي يقول لك أي استراتيجية لمواجهة داعش من الولايات المتحدة، داعش في نهاية الأمر هي صناعة أمريكية، هي صناعة صهيونية. هذا صحيح ونسمع كل يوم، يعني هذه هي وجهة النظر الطاغية هذا التفسير صحيح لما يجري في العالم العربي صحيح، ولكن بصراحة داعش هي صناعة عربية نتيجة تناقضات كثيرة داخل المجتمع العربي وداخل المجتمع الإسلامي. الولايات المتحدة بالأغلاط الكثيرة التي ارتكبتها في العراق وفي سوريا خلال سنوات طويلة خلقت التربة المناسبة لهذا التيار بأن ينمو فيها، ولكن هي ليست من اخترع داعش وليس من سبب داعش، هناك يعني عوامل موضوعية داخل المجتمع العربي هي التي أدت إليك. وهذا يقودنا إلى على عاتق من تقع مسؤولية مواجهة داعش. طبعا الغرب في الواقع، الغرب والولايات المتحدة بالذات، الإدارة الأمريكية تشعر بأن هناك تهديد، لا تريد أن تعترف بأن هناك تهديد مباشر، لأن هذا يتطلب أمام الرأي العام الأمريكي اتخاذ خطوات سريعة وجريئة، ربما الإدارة غير مستعدة بعد لاتخاذها. ولكن المسؤولية بالأساس تقع على عاتق الأطراف في المنطقة. الولايات المتحدة تتحدث، وفي الواقع الرئيس أعلن أمس بأنه أرسل أو سيرسل
وزير خارجيته إلى المنطقة لتشكيل تحالف بين كل الدول خصوصا السنية أو الأطراف السنية للمشاركة في هذا في مواجهة. السابقة للمنطقة لم تكن إيجابية أوي يعني بصراحة أنا أسميته رجل المبادرات ليس فقط الفاشلة، إنما رجل المبادرات غير القابلة للتنفيذ ميشن امبوسيبل. يعني لماذا يرسلوا مرة أخرى يعني العالم العربي لا يرى أي مسؤولية بالنسبة لداعش، ولا أعتقد أنه مستعد أن يدفع الثمن في الدخول كشريك للغرب أو للولايات المتحدة في مواجهة داعش. إذن ماذا يمكن لواشنطن أن تفعله خاصة في سوريا؟ أنت قلت أنه لا توجد استراتيجية في سوريا، لكن الجدل نعم، لكن الجدل كان شائدا بشكل كبير حتى داخل الإدارة نفسها بالنسبة لوضع بشار الأسد وحكومته وكيفية التعاون معه إذا تطلب الأمر ذلك في مواجهة داعش. تعال نشوف رد فعل الرئيس الأمريكي على هذا الأمر وأعود بالسؤال إليك. سوف نواصل دعم المعارضة المعتدلة داخل سوريا لكي نتمكن من تقديم خيارات أخرى للشعب السوري عدا داعش أو نظام الأسد، وإنني لا أرى قدرة الأسد على منح السلام والاستقرار لمنطقة أغلبها سنة، وليست هناك مؤشرات على استعداده لاقتسام السلطة معهم أو التعاطي مع الإكراهات التي تواجههم. هذا كلام الرئيس أوباما عن بشار الأسد. الحقيقة هو الجزء الأول يقول أنه لا يرى في أي سيناريو يسمح لوجود بشار لإعادة الأمن والاستقرار، لكنه في نفس الوقت العبارة الأخيرة الحقيقة لفتت نظري أنه لم يبدي حتى الآن أي استعداد للتعاون وإشراك الآخرين، كما لو أنه يفتح الباب بشكل موارب أنك لم تسمح حتى الآن بذلك لكن ربما تسمح فيما بعد. هذا يعكس كارثة الموقف الأمريكي في سوريا منذ بداية الأزمة هناك، التردد، عدم وضوح الرؤية، والسعي وراء أنصاف حلول منذ البداية. في الواقع أنا أعتقد أن الرئيس أوباما عندما يتكلم أو كان يتكلم عن تغيير النظام في سوريا كان يتكلم عن الأسد شخصيا، فالآن طفى هذا الموقف مرة أخرى إلى السطح. يعني بمعنى آخر أنا أشعر من كلام الرئيس أوباما أن ليس لديه مشكلة مع بقاء النظام السوري، وممكن التعاون مع نظام سوري بدون الأسد. فالحديث يعني قال أنه فقد شرعيته، فقد شرعيته، لم يتحدث عن النظام بأن النظام فقد شرعيته ويجب أن يعني هذا كمان هو جزء ربما من الدرس الذي تعلمه أوباما من العراق ومن الإشكاليات التي تحدث عنها إدمون بالنسبة في الشق الأول من البرنامج أو من الحديث حول يعني الأخطاء التي ارتكبت في العراق بالنسبة إلى تفكيك المؤسسات إن كان العسكرية أو الأمنية وهلم جرة. فالموقف الأمريكي ما زال كما هو متناقض بطيء يسعى إلى أنصاف حلول. إدمون غريب، هل يبقى بشار أو نظامه في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة التي يتم تشكيلها الآن؟ هذه نقطة مهمة جدا، وهذا أحد الأمور الذي هناك الكثير من الجدل حوله. هناك بعض المسؤولين العسكريين السابقين، بعض السفراء، كبار السفراء والدبلوماسيين الأمريكيين السابقين الذين يقولوا أنه لا يمكن القضاء على داعش بدون نوع من التنسيق مع النظام في سوريا، ولكن هناك قوى أخرى أيضا موجودة في الكونغرس وفي مناطق أخرى وحتى داخل الإدارة تقول بأنه لا يمكن التعاون مع هذا النظام، وبالتالي فإن هذا الجدل قائم. هناك من يقول أنه ربما يمكن تعاون من خلال التنسيق مع بعض أصدقاء أو حلفاء هذا النظام، لأن الفرنسيين مثلا قبل يومين الرئيس الفرنسي قال نحن غير مستعدين للتعاون مع النظام في سوريا ومع بشار الأسد، ولكننا مستعدين ونرغب في دور لإيران. طيب هذا كيف يمكن أن تحقق. الأمر الآخر أيضا، هناك حاجة إذا كان سيكون هناك حل، وخاصة إذا أراد الرئيس الحصول على نوع من الشرعية الدولية والذهاب إلى مجلس الأمن، عليه أن يحصل على تعاون ودعم روسي وصيني. الآن هناك الكثير من التوتر مع روسيا، كيف سيحقق بذلك؟ أيضا أثار الرئيس نقطة مهمة جدا يوم أمس، لا أعتقد أن الكثيرين ربما اهتموا بها عندما قالها، وذلك عندما قال بأن انتقد ليس فقط بعض
بعض المنتقدين انتقد بعض الدول العربية عندما قال أنهم هم مسؤولين، قال هناك تردد من قبل بعض هذه الدول التي حاول بعضها استغلال الأوضاع وتمويل بعض هذه المنظمات المتطرفة لاعتقادهم بأنهم هذه قد يخدم مصالحهم. وأشار أيضا إلى أنهم بدأوا يدركوا حجم الخطر الآن. ومن هنا فعلا هذه النقطة مهمة، لأنه قال الآن بدأت أرى أن هناك نوع من الإدراك، ولكن هناك حاجة إلى اليقظة ولإعطاء أولوية لهذا الموضوع. لكن أين يعني هو يتحمل مسؤولية هذا التقصير من قبل بعض هذه الأطراف؟ لأنهم بصراحة يعني في نفس الوقت ينتقدهم وفي نفس الوقت لا يقوم بواجبه أو بالتحرك الكافي لتجنيد كل هؤلاء الحلفاء، وفي الواقع يركز على الأوروبيين ربما أكثر من العرب، وهناك أهمية أعتقد قصوى للدور العربي. ولم يقدم البديل أساسا بالنسبة للوضع في سوريا من خلال دعم هذه المعارضة التي يتحدث عنها المعارضة المعتدلة، تلكأ كثيرا في دعمها عسكريا والآن يدفع الثمن، والكل يدفع الثمن وليس فقط باراك أوباما. أريد أن نختم هذه الحلقة بالحديث عن الاتفاق الأخير وقف اطلاق النار بين اسرائيل وجماعة حماس تحديدا في قطاع غزة. يعني خليل هشام، هل ترى هذا الاتفاق قابلا للاستمرار؟ لا اعتقد ذلك، لانه بالاساس القضية في غزة والقضية في فلسطين ليست قضية وقف الاقتتال او وقف اطلاق نار. القضية هي قضية سياسية، هل سيتبع هذا الاتفاق اي مشروع سياسي جدي؟ أعتقد طبعا أن الاتفاق نفسه يلمح إلى ذلك. خلال 4 أسابيع المفروض أن تدخل الأطراف في حديث جدي أو مفاوضات جدية حول القضايا المتبقية التي تم تأجيلها، ولكن هذا لا أعتقد أن القضايا التي ذكرت في الاتفاق هي قضايا حل نهائي، هي مجرد قضايا أجلت إلى فترة محدودة. ثانيا أعتقد أننا مقبلون على أزمة سياسية، لأن يبدو لي أن ظاهرة P5+1، ظاهرة حصار المقاومة الفلسطينية في القاهرة، يعني الأطراف الخمسة التي حاصرت المقاومة الفلسطينية، لا كان P5+1 مع في المفاوضات مع إيران. أنت تريد أن أنا أطبقها على الوضع في فلسطين، يعني عندك السلطة الفلسطينية، مصر، السعودية، يعني كل هذه الأطراف نوعا ما، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كلها نوعا ما اتفقت وحاصرت الطرف الغزاوي الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية، بالنسبة لوقف إطلاق النار. أعتقد أن هذه الأطراف لها أجندة سياسية الآن، وهذه المعركة السياسية ستكون أشرس بكثير مما شاهدنا خلال الأسابيع الخمس الماضية، لأن هناك محاولة لفرض نظام سياسي جديد على غزة لا أعتقد أن الفلسطينيون في غزة سيقبلونه. إدمان غريب، يعني عندما نتحدث عن نظام سياسي فرضه كما يقول خليل، إذا استخدمت تعبيره، هو يقصد السلطة الفلسطينية تحديدا التي تقدم الآن كبديل للعودة إلى قطاع غزة بصورة أو بأخرى، وتحديدا بالنسبة للتحكم في المعابر. هناك اتفاق بين حماس وبين فتح إلى حد ما بين السلطة الفلسطينية. السؤال هل سيكون، وهذا ما أشار إليه خليل، هل سيقدر الطرفان على التوصل إلى اتفاق، إلى تفاهمات تسمح لهما بتبني مواقف موحدة؟ تحقق الكثير من التقدم في بعض المواقف، مثلا حماس قررت أنها تدعم موقف السلطة في الذهاب إلى محكمة الانضمام إلى المؤسسات الدولية والذهاب إلى محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، وهذا تطور مهم. موضوع الحكومة لمقاضاة إسرائيل، ولكن ماذا ستفعل إذا تم مقاضاة حماس؟ هذا ولكن وافقوا على هذا المبدأ. إذن هناك على الأقل بعض التقدم، ولكن هناك خلافات عميقة لا تزال موجودة. هناك أيضا إحساس الإسرائيليين يقولوا نحن انتصرنا، حماس تقول نحن انتصرنا، وبالتالي أعتقد أن الكثير سيعتمد على ما سيجري أولا خلال بعد 4 أسابيع. هل سنرى التقدم على القضايا التي تفعل، مثلا موضوع الميناء، موضوع المطار، هذه قضايا مهمة السيطرة ربما تم تعليقها، لكن كلام خليل أنا لا أريد أن أتركه قبل أن أعود إليه مرة أخرى، لأنه مسألة فرض نظام على الفلسطينيين، كل استطلاعات الرأي التي
شخصيا قرأتها تشير إلى أنه حماس شعبيتها قليلة حاليا في قطاع غزة، حتى أقل من الضفة الغربية بالنسبة لاختياراتها. يعني عندما تسأل الفلسطينيين في الضفة عن خيار المقاومة أم الاستمرار في السلام، تجد الرغبة في المقاومة أكثر في الضفة عنها في قطاع غزة، لأنه هم الذين يكتوون بنار هذه المقاومة التي تقوم بها حماس. لماذا تعتقد أنه عودة بديل حماس في قطاع غزة تمثل فرضا؟ أنا ليس مع البدائل، ولكن لا أعتقد أنه يجب أن يفرض البديل من الخارج، من خصوصا من أطراف ليس لها يعني علاقة أو إخلاص لما هي في الواقع مشاعر ومتطلبات الوضع الفلسطيني الداخلي. يعني هذا بالفعل يعطي النصر لإسرائيل، لأن كل هذه الأطراف في الواقع تؤيد المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حماس ونزع في الواقع سلاح القطاع ككل. فهذه مطالب إسرائيلية، ولذلك لا أريد أن تفرض هذه سياسيا في حينما تم إفشالها عسكريا. فإسرائيل لم تنجح عسكريا في فرض هذه المطالب، فلماذا الآن عبر مثل هذه المحاولة السياسية إعطائها انتزاع النصر من فم الهزيمة؟ لكن عندما يعني هو هذا يتوقف على تعريف النصر والهزيمة، لأنه إسرائيل لم تعلن في وقت من الأوقات أن هدفها من العملية العسكرية هو إنهاء حماس أو حكم حماس. بالطبع أعلنت. لكن هناك تحذير من البعض. القيادات الإسرائيلية أعلنت منذ البداية أولا أن نزع سلاح حماس، والعديد من القيادات الإسرائيلية أعلن بهذا بالحرف الواحد التخلص من حركة حماس وإخراجها من غزة. أنت تعلم أن الحكومة الإسرائيلية فيها أصوات كثيرة بعضها متناقض، لكن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية لم يتحدث على الإطلاق عن إنهاء حكم حماس، بالعكس كان هناك بعض التحذير أنه إسقاط حماس قد يأتي ببدائل أخرى أكثر خطورة وتهديدا لإسرائيل. لكن أعود لتعريف النصر والهزيمة. خليني أقرأ لك ما قالته جينيفر روبن في الواشنطن بوست، وهي من الأصوات اليمينية في هذه الصحيفة. بتقول إيه جينيفر روبن؟ لو لم ترفض حماس العروض المقدمة إليها لوقف إطلاق النار في البداية، يعني ما كانت إسرائيل شنت الغزو البري أو دمرت 32 من الأنفاق، أو تم تخفيض ترسانة حماس من الصواريخ إلى 20%، أي من 10,000 إلى 2,000، والأهم ما تم تدمير أجزاء من غزة. يعني أليس هذا معيارا حقيقيا لقياس النصر والهزيمة إدمون غريب؟ أعتقد أن فعلا هذا هو أحد المعايير، ولكنه ليس المعيار الوحيد. بدون شك أن أهل غزة أو الغزاويين قد دفعوا ثمنا باهظا. هناك حوالي أكثر من 1,000-2,000 شخص أظن قتلوا، هناك عشرات، أكثر من 10,000 جريح، معظم هؤلاء من الأطفال، من المسنين، من النساء، وهناك حوالي 30,000 بيت دمروا إما جزئيا أو بالكامل. وبالتالي فأن أهل غزة دفعوا ثمنا باهظا، ولكن في نفس الوقت إسرائيل لم تستطع، مثلا كانت تريد التخلص من تدمير كل الأنفاق، لم يتم ذلك، أرادت وقف كل الصواريخ، حتى النهاية كانت الصواريخ مستمرة. وبالتالي فأنها إلى حد ما تواجه أزمة، ولكن لا أعتقد أنه يمكن القول بأنه تم تحقيق هذا الانتشار الكبير. الأمر الأخطر برأيي، وهذا أعتقد أننا سنواجهه بعد فترة قصيرة، أن هذه الحرب لم تحل المشاكل الحقيقية التي تواجه الفلسطينيين والإسرائيليين. وإذا لم يتم حل هذه المشاكل وبما فيها الحل النهائي، سنعود إلى هذه المواجهة، سنرى حربا جديدة، ربما أن لم يكن في سنة، في سنتين سنرى مواجهة جديدة بين الطرفين. خليل جشان، على أي حساس خليل جهشان، على أي أساس تعلن حماس الآن انتصارها؟ يعني مع كل هذه الخسائر التي تحدثنا عنها. النصر يبدو لي أنه أحيانا تتعامل معه الأطراف ومثل ما تعاملها مع جمال المرأة، يعني هو في in the eye of the beholder، في أعين الشخص الذي ينظر إليه المشاهد. يعني هناك طبعا أحد الناقدين لإعلان حماس النصر هنا في الولايات المتحدة قال قبل يومين بأن إذا كان هذا بالفعل انتصار حسب ما تدعي
حماس، فأني أرغب في المزيد من مثل هذه الانتصارات، وربما تنتهي حماس خلال معركة أو معركتين. ولكن بنفس الوقت أعتقد أعتقد أن حماس تنظر إلى النصر من منظار أنها أفشلت الأهداف الإسرائيلية. أعتقد هذا هو المنطق يعني الذي يستعمل في إعلان النصر. إسرائيل أعلنت أنها تريد 1-2-3 كما قال إدمون قبل قليل، وأختلف كليا مع الواشنطن بوست بالنسبة لما قالته المحللة روبن عندما يعني حتى الأرقام غلط. إسرائيل نفسها وزارة الدفاع الإسرائيلية تقول بأن حماس استعملت 4653 صاروخ من مجموع ما يتعدى 10,000. هذا إذا يعني عملية طرح بسيطة جدا تثبت أن ما زال لحماس في الواقع أكثر من 5,000 صاروخ وليس 2,000 صاروخ. ولكن يعني المنطق تدميره وليس إطلاقه فقط. إسرائيل قامت بتدمير بعض الصواريخ قليل جدا قليل جدا، وهذا ما تعترف به إسرائيل. يعني الآن المعارضة في إسرائيل تقول أننا لم ندمر القوة الصاروخية لحماس بالشكل الكافي. يعني هذه حجج تستعمل الآن لتبرير العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة ووضع اللوم على الطرف الفلسطيني، وكأنه لو الطرف الفلسطيني لم يقاوم كان لم يحدث، إسرائيل لم تقم بكل هذه الهجمة. لا أعتقد ذلك. إذن هو مجرد فصل جديد ربما، لا أقول انتهى حتى، ولكن نرى بعض بوادر ختامه، لكن في انتظار فصول جديدة. لا أقول هذه المسرحية لأنه المسرحية للأسف تكون ممتعة، هذه مسرحيات. هذا هو درس السنوات الست الأخيرة. تراجيديا. فأنا أشكر خليل جهشان ودكتور إدمون غريب على وجودكما معنا اليوم، وأشكر كل من تابعنا في هذه الحلقة عبر الأطلسي من واشنطن. فهذه تحياتي، محمد السطوحي. Thank you.